يعني مفترض ان احنا خلصنا فايف بيز، عملنا عليها بروجكت كامل، عملنا الكارد اوبريشنز كامله. فبنشوف هل الناس يعني تمام عملوا البروجكت، هل في مشاكل، هل تمام ناخد الخطوه اللي بعد كده نخش على الماي اس كيو داتا بيز بقى ونبدا ناخد نوع اخر من الداتا بيز ولا لا. فانا منتظر اسمعكم. كله سكت عارف ليه. وانا بتكلم بالموبايل فمش عارف حضرتك سامعني ولا لا. سامعك كويس. سامعني؟ اه. طب الحمد لله. لا انا خلاص خلصت المشروع بس هو على جهاز تاني يعني، لكن خلصته ما حصلليش في اي مشكله الحمد لله. الحمد لله. انا كنت بسال على الاورينت دي بي. ايوه احنا هناخد الاورينت دي بي ولا هنبدا بماي سيكوال والاورينت ايه؟ ناخد ان شاء الله الاورينت دي بي. انا ما اعرفش ما سمعتش انت بتقول ايه بالظبط، انت بتقول هناخد الاورينت دي بي ولا ايه؟ بس ما سمعتش. بس ان شاء الله احنا هنخلص الماي سيكوال ونبدا بالاورينت دي بي باذن الله. زي ما كنا قايلين الخطه في اول يعني، زي ما كنا عارضين الخطه في اول مقاله ان شاء الله. احنا زودنا على فايف بيز بس كانت مهمه للجيسون والاي بي اي. تمام. في حد تاني عايز يكلمني على البروجكتس اللي فاتت او في عنده مشاكل او عايز يوريني حاجه او اي شيء قبل ما نبدا؟ طيب خير ان شاء الله. طيب الناس بصت يعني في حد ما عندوش اي خلفيه عن الماي سيكوال او الاس كيو ال عموما او الداتابيز؟ يعني يقول يوضح عشان نقدر نساعد. هل الناس كلها عندها خلفيه؟ ما بقولش ان هم محترفين، عندهم خلفيه عن الداتابيز وعن الاس كيو ال ان في حاجات من دي، ولا في ناس ما عندهاش الخلفيه دي؟ اللي ما عندوش الخلفيه دي يوضح لي بس. أنا أعتبر السكوت علامة الرضا. تمام. الناس عندها خلفية يعني إيه داتابيس؟ بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع البايثون والماي اس كيو ال داتابيس. طبعًا بنتكلم مبدئيا ان الناس عندها خلفيه عن يعني ايه داتابيز او يعني ايه اس كيو ال عموما، يعني خلفيه ولو بسيطه. كل ما عندوش خلفيه بسيطه احنا هنغطي كل جزء ان شاء الله احنا بنتكلم عليه في الاس كيو ال او كده احنا بنغطيه باذن الله. واحنا شغالين في الحته اللي بنستخدمها بالظبط. احنا كنا اخذنا ازاي نعمل سيت اب للماي اس كيو ال، وازاي نرنها، وازاي نشغلها لوحدها، وازاي نشغلها مع البي اتش بي ماي ادمن. يعني كانت نظرة عامة كده ان احنا ازاي بنشغل الماي اس كيو ال. خلاص يبقى احنا كده عندنا المرة دي في اول بقى قبل ما نبدا لازم نكون فاهمين ان في عندنا حاجتين مهمين جدا. في عندي الحاجة الأولى اللي هي أنا عندي داتابيز تمام مستقلة بذاتها، وعندي برنامج هيتكتب بالبايثون مستقل بذاته. بقى عندي حاجتين أساسيتين. هنا البايثون بيتكلم بلغه بايثون، البروجرام بتاع البايثون مكتوب وبيتكلم بايثون. الناحيه الثانيه عندي داتابيز، اللغه اللي بتفهمها داتابيز هي الاس كيو ال تمام. سواء كنا بنتكلم على الريليشنال داتابيز، دلوقتي بنتكلم على الباكج بتاع الريليشنال داتابيز. احنا اخذنا الماي سيكوال از ايه يعني از تايب نوع من الانواع، لكن هم كلهم نفس الفكره يعني ماي سيكوال، اوراكل داتابيز، اسكيولايت، اسكيول سيرفر، اوراكل داتابيز، بوست جريز، كل دول باكج كامله ريليشنال داتابيز كلهم بيشتغلوا اس كيو ال، عندهم ستاندرد اس كيو ال متشابه في معاهم كلهم باختلاف سينتاكس بسيطه، كان هو كله واحد باختلاف سينتاكس بس. سينتاكس على شكل كتاب، هنا بنعملها بالكوما، هنا بنعملها بالدوت، هنا بنعملها يعني حاجات بسيطه، لكن هي كلها ايه ستاندرد اوامر اساسيه. ولذلك هم باكج اساسيه قوي في التعامل وفي العمل، وما زالت هي الاكثر شهره في السوق، الاكثر شهره في السوق تمام.
رغم ان في حاجات متطوره اكتر ومش عارف، بس هو ده مازال ستيل الاكثر شهره بالسوق. فلازم ناخد عنه خلفيه. ف ان شاء الله عشان نعرف نخلي البايثون اللي هو مكتوب بلغه البايثون او البروجرام بتاع البايثون والناحيه الثانيه داتابيز اللي هي اس كيو ال، لازم يكون في ما بينهم هم الاثنين عشان يقدروا يفهموا بعض، لازم يكون في يعني حاجه تفهمهم مع بعض، دي حاجه تترجم لهم لما يجي يتكلم الداتابيز تترجم لها اس كيو ال، لما تيجي ترجع العكس تتكلم بايثون، فلازم يكون في حاجه نظر. ولذلك بنستخدم حاجه اسمها داتابيز درايفر، بنستخدم حاجه اسمها داتابيز درايفر. تمام، الداتابيز درايفر هتلاقي الداتابيز درايفر ممكن يسموها ساعات الداتابيز داتابيز اي بي اي، بيسميها الداتابيز كونكتور، بنسميها كل دي اسماء ماشي الحال. تمام، الكونكتور ماشي، الدرايفر ماشي، الداتابيز اي بي اي ماشي، مش الريست اي بي اي، خلاص مش الريست فول اي بي اي، لا بتكلم اي بي اي. اي بي اي اي يعني مجموعه من الفانكشنز بتوصلني بعمليات على الداتابيز بس. فالمهم ايا كان نوع الدرايفر، ايا كان نوع الدرايفر، يبقى في عندي درايفر هنا تمام مسؤول عن ده البروجرام مثلا بتاع البايثون اهو، ودي الداتابيزز، ودي الداتابيزز اللي عندي اللي انا بقدر اتعامل معاها. داتابيز بتتكلم بلغه البايثون، هنا مكتوب البروجرام مكتوب بلغه ثانيه، ده اتجاه وده اتجاه، انت مفترض بتوصل الاثنين مع بعض عشان تقدر تعمل الكونكشن الكامل ما بينهم الاثنين على سيرفر واحد. غير خالص فكره اللي قدمناها بتاعت الفاير بيز، الفاير بيز ما كناش عاملين معاه كونكشن مباشر، احنا كنا بنتكلم مع ريست فول اي بي اي، فعليا بنتكلم مع ريست فول اي بي اي، احنا مش بنعمل كونكشن مع الداتابيز نفسه. طيب لكن هنا هنعمل كونكشن صحيح كامل على الداتابيز. البروجرام بتاعنا، البروجرام بتاعنا اللي هو هيبقى البايثون يعني، هيبقى بيتكتب فيه حاجه اسمها اس كيو ال، اللي هي الاستراكشر كويري لانجوج، اللي هي لغه الاستعلامات او التعامل مع الداتابيز. تمام، بيبعت السيكوال، سيكوال اللي هو الاس كيو ال اللي هو الاوامر، سواء كان بيقول له اضيف بيانات، عدل بيانات، احذف بيانات، استرجع بيانات، اعمل مش ايا كان، دي الاوامر بتتكتب جوه البايثون. خد بالك البايثون عشان يقول بيقول اس كيو ال، وداتابيز بتوفر له الداتا بيزد على الكوماندز الاوامر اللي اتكتبت في الاس كيو ال. يبقى الداتابيز درايفر مهمته ان هو يعمل القصه دي، يهندل اللعبه دي ما بين الاثنين، يهندل اللعبه دي ما بين الايه الاثنين. كويس جدا. مبدئيا احنا نزلنا خلاص البايثون شغال اتجاه، الداتابيز شغال اتجاه تاني. طبعا لازم عشان نقدر نشغل الاول لازم نروح في المكان اللي احنا مسطبين فيه البيتش، مسطبين فيه الماي اس كيل، احنا بننزل باكزام اكزامبل كنا عنه، هو ده يعني بيوفر لنا ان ماي سيكوال موجوده والبي اتش بي ماي ادمن موجوده ومش عارف ايه وحاجات زي كده. انا منزله على الدي على عادل ورك بي اتش بي ورك، اخش على حاجه اسمها اكزامبل كنترول وبشغل هنا بس بستارت الماي سيكوال. بستارت ماي سيكوال بيديني بورت، بورت يعني كنا على البورت قبل كده، مش فاكر كنا على البورت قبل كده ولا لا، لكن البورت هو عباره عن التشانل اللي هتبقى ما بينك وما بين الداتابيز. تمام، اي حد عايز يتكلم الداتابيز ماي سيكوال بيكلمها على التشانل دي، فالموضوع عباره عن فتحات كده. تمام، الفتحه اللي اسمها اللي هي 3206 دي اللي انت بتكلم من خلالها الماي اس كيو ال. تمام، كل داتابيز بيبقى ليها بورت خاص بيها، فدي واخد 3206. تمام، اوكي، ممكن اشغل الاباتشي عشان اشغل البي اتش بي ماي ادمن او ما شغلوش زي ما انت عارف. المهم ان ماي سيكوال تكون رانينج، هي دي اهم حاجه عندي، دي اهم شيء عندي، ماي سيكوال يكون ذات نفسها شغال. تمام، وعندي ادي البايت شارت، هفتح عشان يبقى البايثون بتاعي جاهز. عايز اعمل الاتصال ما بينهم. تمام، قلنا لازم يبقى فيه درايفر، لازم يبقى في درايفر ما بين الاثنين. الدرايفر ده موديول عادي جدا، يعني هنزله بالبي اي بي، صح؟ طب انا عشان انزله بالبي اي بي ده يا ترى الاول يا ترى هستخدم ايه؟ هل هو برضه في يعني موديول واحد او باكج واحد هي اللي بتخلينا نتكلم البايثون تتكلم الماي سيكوال، ولا في اكتر من واحده؟ في كتير يعني، في اكتر من نوع بيخلينا نقدر نعمل الحركه دي، نحن نكلم الايه
نخلي الماي سيكوال تتكلم مع البايثون والعكس. فانا هفتح السي ام دي كده تمام، بس هفتحها ران از ادمنستريتور. ادي الايه الكومن برومبت بتاعتي. حلو جدا. الاول انا طبعا ممكن احدث البي اي بي بتاعي عشان لو في اي حاجه، هقول له بي اي بي تمام، وهقول له انستول داش يو بي اي بي. يعني البي اي بي عايز يكمل انستول، هو عباره عن ابديت البي اي بي زي نفسه عشان لو كان في فيرجن احدث ولا حاجه ينزل. تمام. قال لي انت حدثت نفسك وبقيت خلاص اب تو ديت. قلت له كويس جدا. انا عايز اعمل ايه؟ في عندي اكتر من نوع باكج بتقدر تخليني اعمل اتصال ما بين البايثون مع الماي سيكول. تقول لي ايه الفرق؟ هقول لك شركات. ده مجموعه اشتغلت على حاجه اسمها ماي سيكول كلاينت وعملت باكج بتعمل اتصال. مجموعه ثانيه اشتغلت على حاجه اسمها ماي سيكول دي بي وعملت شغل ثاني، ومجموعه ثالثه اشتغلت مع حاجه اسمها باي مونجو باي ماي سيكول وعملت شغل ثاني. وفي حاجات كثيره جدا موجوده في السوق بيختلفوا في البرفورمانس، بيختلفوا في القوه، بيختلفوا في حاجات كتير. هنوضح يعني اشهر ثلاث حاجات مشهوره في السوق بتعمل كونكشن، واوضح ان انا هاخد واحده منهم والباقي كل واحد. يعني انت ما تشغلش بالك قوي بالحاجات دي، بس عشان اوضح لك كده. طيب لو اول واحده بي اي بي انستول، ادي اول باكج هنتعامل معاها. حاجه اسمها ماي اس كيو ال كلاينت. ماي اس كيو ال كلاينت شهيره تمام. ادي باكج، ادي اول باكج احنا بنتكلم عليها ماي اس كيو ال كلاينت تمام. قال لي خلاص انا منزلها. انا كنت منزلها قبل كده، فهو انت طبعا هيحمل ثواني على الانترنت وهتلاقيها نزلت معاك. ادي ماي اس كيو ال كلاينت. طيب نفس الاسلوب، هغير بس اسم الايه؟ اسم الباكج بتاعتي. انا نزلت ماي اس كيو ال كلاينت. حلو جدا. ممكن انزل الشهير برضو ماي اس كيو ال داش كونكتر داش بايثون. طبعا انت ما انا مش عايزك تطبق معايا الاكزامبل ده، مش عايزك تنزل ده كله. انا هنزل واحد نشتغل عليه، بس انا هعمل لك اكزامبل الاول على الثلاثه مع بعض. دي بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وايه الاختلافات ما بينهم عشان تبقى الدنيا واضحه بالنسبه لك بس مش اكتر. لكن انت مش عايز تنزلهم كلهم يعني. تمام؟ قال لي خلاص كله ساتيسفايد ساتيسفايد ساتيسفايد، نزل لي كل حاجه وكله تمام. ماشي. وفي كمان واحده اسمها باي ماي سيكوال، يعني ستور باي اللي هي بايثون ماي سيكوال يعني. دول اشهر ثلاثه باكجز موجودين في السوق. دول اشهر ثلاثه باكجز موجودين في السوق. انا مثلا لو عملت الاوامر دي انا كده عملت ايه؟ انستول ليهم كلهم. انا بس عشان ما يضيعش منك الاوامر هسيبها لك في ده. هعمل كده اكزامبل 71 اقوم جاي ماسح كل الكلام ده ومال اهو والامر استخدمناه on open cmd as واكتب الكود عشان بس ايه الناس تبقى عارفه الخطوات. ادي الاول الامر، ثاني امر احنا عملناه انستول الماي سكيل كلاينت، بعد كده عملنا انستول للماي سكيل كونكتر بايثون. عملنا بابي انستول ماي اس كيل تو بي. ماشي حلو جدا. ادي الايه الاوامر اللي جبناها عشان ننزل الكونكتورز دي كلها او الدرايفرز دي كلها ايا كانت شكلها عامل ازاي. كويس جدا. اللي انا عايز اقوله دلوقتي، احنا عايزين نعمل اكزامبل بسيط خالص كل فكرته نوضح ان الحاجات دي لما بتعمل كونكشن هل هي مختلفه قوي؟ يعني انا لما اتعلم دي مش هعرف اتعلم دي، او لما اتعلم دي مش هعرف اتعلم دي، ولا هتعلم الكل، ولا هي هتعلم واحده وخلاص، ولا ايه الموضوع؟ يعني هو ده اللي انا عايز اتكلم عليه. تمام؟ لان في ناس كتير جدا جدا لما تيجي بتعمل القصه دي بتقف بتتعطل. يعني بتتعطل يقول دي ولا دي؟ طب دي ولا دي ولا دي؟ ويقعد بقى يحتار وانه الافضل وانه الاحسن وانه 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 وانه. تمام؟ فالغرض من الاكزامبل اللي انا عايز اعمله معاكم ان الموضوع اسهل من كده، الموضوع ابسط من انك انت تحير نفسك.
في اختلافات في اختلافات تمام، لكن قبل الاختلافات خلينا نقول ايه اللي بيتفقوا في ايه اصلا. يعني الموضوع، هل الموضوع انا يهمني موضوع التعليم، لان انت مش بتتعلم دي بس، بكره ممكن حاجه تتغير، ممكن حاجه تتضاف، انا عايز اكون جواك الفكر الاصلي للموضوع مش مجرد بس الباكجينج. طيب لو احنا عملنا مثلا ايه، هنجرب مثال، فانا جيت هقوم عامل فاريبل اسمه هوست نيم. طبعا اول حاجه لازم نكونكت على الداتابيز، لازم يكون عارفين اسم الهوست نيم، وفي الغالب بيبقى اللوكال هوست لو انت على نفس المكنه، او بتكتب الاي بي لو انت على مكنه غيرها. يعني مثلا 127.0.0.1 دي كلمه لوكال هوست، معناها السيرفر اللي عليه نفس الجهاز اللي عليه البايثون، هو اللي عليه الماي سيكول. لو دخلت هنا في الماي سيكول هتلاقي ان انت يعني حتى لو دخلت فتحت الاباتشي هيفتح لنا الداشبورد بتاعتنا. انا بس افتحها هنا، هخش هنا على بي اتش بي ماي ادمن، هلاقي ان ادي السيرفر اهو، هتلاقوا ان هي 127.0.0.1 صح، وهتلاقي هنا برضو بيكونكت على كلمه لوكال هوست، ومعنى لوكال هوست او 27.0.0.1 دي معناها على نفس السيرفر اللي احنا عليه، انا مش بكونكت على سيرفر خارجي. طب لو بكونكت على سيرفر خارجي هتلاقي الاي بي ده مختلف، بس هتلاقي الاي بي ده بس مختلف، هتلاقي في رقم تاني، الاي بي مختلف. يبقى انا لو انا بكونكت على نفس المكنه بتاعتي هكتب كده، او هكتب كلمه لوكال هوست تمام، بكونكت لوكال، او هنكتب لوكال هوست ما على السيرفر بتاعنا. طيب او السيرفر اي بي اللي انت عايز تكونكت عليه تمام، او سيرفر اي بي اللي انت عايز تكونكت عليه، لو انت ماي سيكول موجود عندك على سيرفر خاص، سيرفر اخر، مش عارف، تكتب نوت في الحته دي الاي بي بتاع السيرفر بتاعك الاخر تمام. خلص كويس جدا، احنا عشان على نفس المكنه، على نفس الجهاز بتاعنا، هنكتب الايه؟ هنكتب الاي بي بتاع العادي بتاعنا العادي، مش اي مشكله. بعد كده بتكتب الداتابيز نيم، الداتابيز اسم الداتابيز اللي انت هتكونكت عليها، حاجه منطقيه اسم الداتابيز اللي انت هتكونكت عليها ايه هي؟ فلازم يكون عندك ليها اسم. فمثلا عندي داتابيز انا اسمها دي بي 1، بعد كده بكتب اليوزر نيم. خلاص انا قلت المثال ده مش محتاج انكم تطبقوه معايا خالص، انا بس مجرد بوضح الفروق ما بين الانواع المختلفه في الكونكشن على الداتابيز. وبعد كده هناخد واحده نشتغل عليها بس، اللي محتاج انك انت تشتغل معايا فيها وتطبقها. اليوزر نيم في الغالب لما بيجي بيتثبت بالماي سيكوال بيبقى اليوزر الاساسي اسمه روت. خلاص الروت ده هو اليوزر الاساسي، الادمن الاساسي اللي بنخش بيه دائما. ولو انت منزل زي ما انا منزل معاك ومنزل بالاكسام هتلاقي ان الباسورد تقريبا هيبقى فاضي. لو انت منزل اي حاجه ثانيه وانت بتسيت اب عملت باسورد حط الباسورد بتاعك، انت كتبته وانت بتسيت اب تمام، انت بتعمل سيت اب الباسورد دي حطه تمام كده. المهم كتبنا اسم السيرفر ايه، كتبنا اسم الداتابيز ايه، كتبنا اليوزر نيم، كتبنا الباسورد تمام. استنى بس ادوني شويه عشان نتكلم معانا. خلاص لوست والداتابيز واليوزر والباس تمام. اللي حصل عشان كلمه باس دي مستخدمه في ال مستخدمه في التنوع، ليها استخدام عندنا في ال البايثون تمام، اللي هي امر من الاوامر الموجوده في البايثون. طيب ماشي، دي بس مجرد فاريبل بشيل قيم، انا ما عملتش اي حاجه اصلا، ما استخدمتش اي شيء، ما استخدمتش اي ايه؟ اي شيء تمام؟ طيب انا هديفاين فانكشن بسيطه خالص. الفانكشن دي بتجيت مثلا هسميها كده جيت امبس، بتجيب لي اسماء الموظفين بتاعتي. ممكن مثلا تكون هي دي الفانكشن اللي انا عايزها او يعني، بس على حسب الكونكشن اللي هيجي. الكونكشن ده سميته انا ده يعني بارام اسمه كون، ده كونكشن لازم تبعته لي، يعني تبعت الاتصال اللي بينك وبين الداتابيز وتقول لي هات البيانات، هجيب لك البيانات، هجيب لك الايه؟ البيانات. دي الفانكشن ببساطه تمام. انا الداتابيز انا عاملها وكل حاجه البيانات موجوده تمام، ما تشغلش بالك، لكن انا عايزك بس ايه، تفهم الفكره، تفهم بس الفكره تمام. طيب
بنعرض حاجه اسمها كيرسور. الكيرسور يا شباب بيبقى عباره عن التيبل، تمام؟ انت عندك ما يكون جدول كده. الكيرسور ده بيبقى حاجه كده زي مؤشر بيقف على السجل الاول، بعد كده بيقف على السجل الثاني، بعد كده بيقف على السجل الثالث، بيقف على السجل الرابع، بيقف على السجل الخامس. اسمها بنسميه كيرسور عشان بيتحرك معايا على الداتا او التيبل اللي موجود عندي. انا عندي جدول، تمام؟ الكيرسور بيقف على السجل الاول، هقول له انقل نفسك على الثاني، على الثاني، على الثالث، على الرابع. فعشان يجيب الكيرسور فاقول له كونكشن دوت كيرسور، تمام؟ كونكشن دوت ايه؟ دوت كيرسور. يبقى انا الكونكشن اللي هيجي لي انا هاخد منه حاجه اسمها كيرسور، يعني حاجه بتعدي لي على البيانات رورو او ريكورد، ريكورد بتعدي عليها وتشوفها، بتعدي عليها وايه؟ وتشوفها، تمام؟ من اهميه الكيرسور ده برضو انه بينفذ الاوامر على الداتابيس، بينفذ الاوامر على الداتابيس. يعني انا عايز ابعت جمله اس كيو ال زي ما اتفقنا في المنظر اللي كنا عاملينه هنا، انا عايز اخلي البروجرام يبعت لي كلمه جمله اس كيو ال عشان يجيب لي داتا من الداتابيس، تمام؟ فانا اقول له كيرسور دوت اكزكيوت. اكزكيوت يعني عايزك تنفذ الامر التالي. اكزكيوت يعني نفذ لي الامر التالي، نفذ لي الامر التالي. اشهر امر من اوامر الاس كيو ال هو الاوامر اللي انت هتقول له هات بيانات، اسمها امر اسمه امر سيلكت. فبقول له سيلكت اس ليست فروم امبلوي، بقى معناها هات لي كل الفيلدز، كل الكولومز، كل البيانات اللي عندك بتاعه الموظف. يعني مفترض ان في تيبل اسمه امبلوي، تمام؟ وانا عايز اجيب كل الداتا بتاعته او كل الكولومز بتاعته او كل الفيلدز بتاعته او كل الاعمده بتاعته، يعني الاي دي، النيم، السالري، جوب، كل المعلومات الموفره عن امبلوي جوه تيبل اسمه امبلوي، هاتها لي كل المعلومات المتوفره عنه. ده امر، ده كده امر اس كيو ال. الحته دي كده لغه اسمها لغه الاس كيو ال، ما هياش بايثون. الحته دي كده بس لوحديها كده دي امر من اوامر الاس كيو ال، تمام كده؟ حلو جدا. طب كويس جدا. المفترض ان البيانات دي هتيجي وتتحط جوه الكيرسور ده، هتتنفذ اكزكيوت، تتنفذ ويبقى الكيرسور شايل البيانات دي. طيب انا عايز الف على البيانات دي رو اطلع البيانات. هم البيانات اللي عندي اللي هي المفترض اي دي ونيم وجوب وسالري، اربع حاجات. فانا كل اللي عايز اعمله ان انا هقول له فور، هعمل لوب، هطلع بيانات، طلع داتا. الداتا دي هطلعها هتجيلي من الكيرسر بتاع دوت فيتش اول. فيتش يعني اسحب لي اول كل البيانات، فيتش اول اسحب لي كل الداتا، خلاص؟ ويمشي بقى عليها لوب، وممكن اخدهم واحده واحده، يعني الاي دي، اخد الاي دي زي ما احنا عارفين النيم، جوب، سيل. طبعا لو هي دي البيانات فعلا الموجوده عندك في التيبل، فانا عندي الاي دي نيم جوب سيل، فقلت له هات فيتش اول وتحط لي في الاي دي في النيم وفي الجوب وفي السيل. طبعا انا بشرح اكزامبل دلوقتي كومبليكيتد شويه بس عشان انا عايز اوضح منه فكره كبيره، لكن مش القصد انك تفهمه 100%، مش قضيتي دلوقتي. جمع معايا لان انا لسه يعني بعد الاكزامبل ده ان شاء الله واوضح الفروق ما بين الدرايفرز هرجع وقايل لكم يلا نبدا من الاول خالص وناخد درايفر واحد بس نمشي عليه واحدة واحدة. أنا مش فاهم السؤال اللي بيربط الداتا بيز بالبايثون درايفر. يا دكتور كده الفانكشن ما فهمتش. الفانكشن دي يا دكتور يعني هي دي الدرايفر اللي بيربط الداتا بيز بالبايثون؟ لا خالص. الفانكشن دي ما تعرفش غير إنها قالت له أنا عايز أعمل كيرسور هينفذ لي الأمر ده وهجيب لي البيانات دي. هو ما عملش كونكشن على الداتابيس ولا عمل اي حاجه، هو بس هينفذ الاوامر دي على الداتابيس. لكن الكونكشن ده بقى ده اللي هتكلم عليه في الفروق الاساسيه اللي هتكلم عليها كمان شويه، ماشي؟ يعني خليك، مش قلت مش لازم نستوعب الموضوع ده 100% دلوقتي، انا بس ايه خد فكره عامه لان انا لسه هشرح ده كله بالتفصيل، تمام؟ لكن دلوقتي بناخد فكره عامه بس. فده بيعمل يعني بقول له انا عايز اجيب البيانات وهات البيانات دي واللي هو الاي دي والنيم والسالري والجوب وخلاص على كده، وهطبعهم بس هقول له برنت الاي دي، برنت كلمه اي دي، تمام؟ الاي دي دوت طبعا هعمل له اس تي ار عشان يتقبل، وجنبيه اعمل لي بس كده ايه خط، ماشي؟ وبرنت لي النيم
وقول لي النيم هو النيم وخلاص. نفس الكلام الجوب والسالري. زي ما احنا فاهمين اللوب هيقعد يعدي ويطبع. تمام حلو. يعني ببساطه انا عملت كيرسر، الكيرسر ده عباره عن مؤشر، هو جاي من الكونكشن، الكونكشن ده لازم يتبعت له، انا لسه ما عملتوش. ده انا قلت ان الفانكشن اسمها جيت امبس هتحتاج مني كونكشن عشان تعرف تعمل ده. تعمل ايه؟ تروح بالكيرسر نفذ الامر ده واعمل لي لوب وعرض للبيانات. بس خلصنا. الفانكشن دي بترجع لي بيانات بتاعه موظفين، جدول اسمه الموظفين. بس عشان تشتغل اصلا محتاجه ان يبقى في كونكشن. قبل ما ابدا اكمل الفانكشن دي خيره خلصت، هي مجرد بس ان بقول له اعمل لي كونكشن، اعمل لي كيرسر، معلش نفذ لي الامر ده ويعمل لوب عليه واطبعه. هي ما عملتش كونكشن لان هي محتاجه كونكشن عشان تعرف تشتغل. السؤال بتاعي دلوقتي الحته دي مجملا مفهومه مجملا ولا في اي اسئله فيها؟ انا فهمها كويس. الباقي تمام مفهوم ماشي. تمام يبقى احنا كل اللي عايزين نعمله ان احنا نعمل كونكشن عشان نقدر ننفذ الجيت امس دي. كويس جدا. اول حاجه هستخدم اول درايفر عندنا عشان اقدر انفذ الامر ده. اول درايفر عندنا انا هكتب اسمه بس عشان ما يتوهش مننا، عشان نبقى عارفين احنا بنستخدم مين فيهم دلوقتي بالظبط. هنيوز الاول طبعا ده برنت بس، ها الماي اس كيو ال كلاينت احنا بنسميها او بيبقى اسمها الشهير ماي سيكوال دي بي، ماشي عشان ما حدش يغلط. ده الاسم الشهير بتاعها. يبقى انا اول نوع هستخدمه هو ده. كويس جدا. طبعا دي برنتات، مفيش اي حاجه اصلا موجوده في الحياه اي كلام. خلاص برنت بس ان انا هستخدم الماي سيكوال اللي هو ماي سيكوال دي بي. احنا بنستخدمها اسمها ماي سيكوال دي بي. احنا عملنا لها انستول بكلمه ماي اس كيو كلاينت. طب عشان اشتغل عليها اعمل ايه؟ اول حاجه اعملها امبورت، ده عادي ده الطبيعي. اقول له امبورت الماي اس كيو ال دي بي. عملت لها امبورت ماشي الحال. عشان اقدر اعمل لها امبورت لازم اول اكون حاجه اسمها كونكشن. هقول له كونكشن بيساوي، بكونه ازاي الكونكشن ده؟ يبقى الماي اس كيو ال دي بي اللي هي الباكج بتاعتي، هي الموديل بتاعي دوت. قال لي بقى في حاجات كتير اقدر اساعدك فيها. قلت له كويس جدا، انا عايز اكونكت. قال لي في عندك حاجه اسمها كونكت. كونكت دي الفانكشن اللي انا بكونكت من خلالها. قال لي ابعت لي بقى البيانات اللي انا اقدر اعمل من خلالها كونكت. ايه هي البيانات اللي هو عايزها؟ عايز الهوست تمام، وبعد الهوست عايز اليوزر نيم، وبعد كده عايز بعد اليوزر نيم عايز الباسورد، وعايز الداتا بيس. وخلصنا كده هو هيعرف يعمل كونكشن. يعني قلت له ماي اس كيو ال دي بي دوت كونكت الهوست واليوزر والباسورد والداتا بيس، لما ياخدهم كده بيعرف يعمل كونكشن على الداتا بيس، مش اكتر ولا اقل. الله كونكشن تم. يعني لو نريد دلوقتي على جيت امس هتشتغل، هنجرب. ادي جيت امس وبعت له بس الايه؟ وبعت له الكونكشن بتاعي. وبعد ما ينفذ الامر لازم اقول له كونكشن دوت كلوز عشان ما يقعدش الكونكشن مفتوح ما بين الماي البيتش ما بين الماي البايثون وما بين الداتا بيس. يعني احنا عملنا بس الكونكشن بالشكل ده ونادينا على الفانكشن، بعتنا لها الكونكشن وقلنا له اقفل. المفروض بس كده ينفذ. تعال نشوف المفروض انا نادي على جيت امبس لو اشتغل هتطبع، لو ما اشتغلش هتضرب. قلت له ماشي تعال نجرب كده، نعمل كليك يمين ونقول له رن